السلام عليكم يا شباب. انتشرت على المواقع العربية في الفترة الأخيرة إن وكالة ناسا أكدت انشقاق القمر، لكن وكالة ناسا ردت على الادعاء ده عن طريق براد بايلي، وبيقول نصحتي إن انتم ما تصدقوش كل اللي بتشوفوه على الإنترنت. الأوراق اللي بتخضع للمراجعة هي المصدر السليم علميا للمعلومات في العالم كله، ومفيش حاليا أي أدلة علمية بتتكلم عن انشقاق القمر أو لا، لأن وكالة ناسا في الأبحاث العلمية بتاعتها ملهاش علاقة بالأديان. يعني مش هتفتح القرآن الكريم وتشوف اقتربت الساعة وانشق القمر وتبدأ تأكدها أو تنفيها. لا، وكالة ناسا لها أهداف علمية تانية زي مثلا استيطان القمر. أصل انشقاق القمر بيعود لآية في القرآن الكريم اللي هي اقتربت الساعة وانشق القمر، تم التشكيك فيها كذا مرة، وطبعا في دايما أجوبة مختلفة. مؤخرا بقى كان في ادعاء إن وكالة ناسا لقت انشقاق في القمر وبعد كده حصل التحام مرة تانية، وبسرعة انتشرت قصة تأكيد وكالة ناسا لانشقاق القمر، وطبعا عن طريق السوشيال ميديا تم مشاركتها من الآلاف من الناس. وكالة ناسا ملهاش أي علاقة بالنوع ده من المواضيع، وطبعا نفي وكالة ناسا للموضوع ده هيدخلنا بقى في موضوع تاني وهو نظرية المؤامرة والكلام ده كله. تاني حاجة أنا عايز أكلمكم عليها، إزاي بنحدد الشمال والجنوب والشرق والغرب في الفضاء. إحنا عارفين إن الكواكب بتدور حوالين الشمس أفقيا، لكن إيه اللي هيحصل لو كانت المدارات حوالين الشمس عمودية؟ بس السؤال ده له علاقة بمسألة مهمة لازم نعالجها الأول، وهو إزاي بنحدد نقاط الشمال والجنوب والشرق والغرب في البوصلة في الفضاء. اولا لازم نفهم ان الاتجاهات اللي مش نسبية لحاجة تانية فهي 100% تعسفية. يعني مثلا لو عايز انطلق لفوق هوجه نفسي ناحية السطح او اقف على الارض وانطلق بعيد، لكن لو هسافر للناحية التانية من العالم ففوق دي هي تحت في التوجيه الجديد. علشان كده تحديد الاتجاهات بيستلزم نقطة أساسية نعتمد عليها. يعني لو انت في سفينة فضائية بتدور حوالين الأرض ورأس السفينة متجه ناحية الأرض، ففوق هنا موجه ناحية الأرض لأن فوق هو الحاجة اللي بعيدة عن رأسك. نفس السبب ده بينطبق على اتجاهات البوصلة. مفيش سبب علمي بيفسر أن نصف الكرة الشمالي على القمة. في الحقيقة السبب سياسي. الخريطة الحالية للاتجاهات اللي بيستخدمها العالم كله هي فكرة صناع الخرائط الأوروبية من قرون. يعني مثلا لما روحنا نستكشف النظام الشمسي كنا عايزين نوجه نفسنا بطريقة مفهومة. نظامنا الشمسي موجه حسب الخريطة المدارية للكواكب ودوران الشمس، فالسؤال هيكون ليه الكواكب ما بتدورش حوالين الشمس عموديا؟ سؤال ملوش معنى، لان ممكن توجه خريطة النظام الشمسي كله بالطريقة دي، لكن طبعا هتغير كل الاتجاهات المعروفة التانية زي النصف الشمالي والجنوبي من المجموعة الشمسية كلها اللي بتعتمد على نفس الاتجاه العام للكرة الارضية. لو اخترنا الشمال علشان يتطابق مع الشمال الخاص بينا، والكلام ده على فكرة ممكن يتطبق كمان على المجرات والكون كله. في النهاية وفقا لكل سجلاتنا اللي بتسمح لنا بتوجيه نفسنا بتدور الكواكب حوالين الشمس بطريقة أفقية، لكن بتختلف كم درجة كده بالنسبة للمستوى المداري. النظام الشمسي بيدور منحرف ب 30 درجة بالمقارنة بمجرتنا درب التبان. علشان كده مش هتتغير طريقة تموضعنا ولا تسميتنا للاتجاهات الفضائية. تالت حاجة انا عايز اكلمكم عليها، انت لما بتبص للسماء بالليل بتعرف تميز جدا بين الوان النجوم، لكن هل قبل كده لاحظت نجوم خضراء او بنفسجيه؟ بتختلف الوان النجوم بين العمالقه الحمراء اللي احنا بنسميها على حافه الانفجار والزرقاء الكبيره اللي هي موجوده في حزام كوكبه اوريون. الصفراء زي الشمس دافيه مستقره علشان تدعم الحياه. يتعلق لون النجوم بحراره سطحها، كل ما تزيد درجه الحراره كل ما يقل طول الامواج الضوئيه اللي بتصدرها. اعلى النجوم حراره هي الزرقاء او الزرقاء البيضاء اللي اطولها الموجيه قصيره، والحمراء والحمراء البنيه اللي امواجها الضوئيه اطول. النجوم ما بتصدرش ضوء في طول موجه محدد، ممكن تقول بتصدر ضوء في مجال واسع من الاطوال الموجيه. يعني طول الامواج الضوئيه اللي بيصدرها النجم بتوصل لاعلى درجاتها في لون محدد، بغض من ان هي بتصدر الوان تانيه. اتطورت العين البشريه علشان تشوف الإشعاعات الخضراء والصفراء بشكل خاص.
وده بيرجع لان الشمس بتشع اطول موجية في مجال الالوان دي، بيشع النجم الاخضر في مركز طيف الضوء المرئي، يعني بيشع قليل من الضوء في مختلف الالوان التانية، علشان كده بيبان النجم ابيض، يعني مزيج من كل الالوان. الشمس مثلا بتشع اللون الاخضر لكن العين البشرية بتدركه باللون الابيض. النجوم البنفسجية بقى حاجة العين البشرية ما بتدركهاش بسهولة، لان عينين حساسة بشكل اكبر للون الازرق. النجم اللي لون وبنفسجي بيشع برضو اللون الازرق. وجود الاثنين مع بعض في الطيف المرئي من الضوء بيختلطوا في العين البشرية، وبشكل تلقائي بندرك اللون الازرق لانه الاسهل. اخر حاجة عايز اكلمكم عليها، تفتكروا الانسان هيكون عامل ازاي لو عاش في الفضاء؟ كل اسبوع مجلة العلم والمستقبل بتجاوب على سؤال من سؤال متابعينها، فوقع اختيارهم بقى على السؤال ده. مشاريع الاستيطان في الفضاء بدون رجعة نادرة قوي، يعني هي كانت الرحلة الوحيدة لمريخ واحد، تم اطلاقها سنة 2012 عن طريق مهندس وفيزيائي. الهدف استيطان المريخ. الملياردير ايلون ماسك مؤسس شركة سبيس اكس وتسلا بيحلم بارسال اشخاص للمريخ، لكن ده بيتضمن مسار عودة، يعني لو قدروا يعملوا الوقود اللازم لوصولهم مرة تانية. علماء كتير انتقدوا المشروع ده لان فيه عقبات تكنولوجية ومالية لازم نتغلب عليها الاول. يعني مثلا هل ممكن نمارس الجنس في الفضاء؟ فعلا تم عمل التجربة دي على الحيوانات. اول تزوج رسمي حصل بين اسماك المتكة سنة 1994. النوع ده من الاسماك متوفر في حقول الغوص وعادة بنحتفظ بيها في الاحواض. قائدة الفضاء الفرنسية الشهيرة كلاودي شاركت فعلا في تجربة مماثلة سنة 1996، لكن المرة دي على حيوان السمندل المائي. كان الهدف امكانية تحديد التقصيب الطبيعي والتطور الجيني عند الفقاريات في الجاذبية الجزئية. كشفت العملية عن نواقص في بعض مراحل التطور الجنيني على مستوى انقسام الخلايا وانغلاق الانبوب العصبي. طيب الانسان رسميا ما اعلنتش وكالة ناسا عن امكانية اقامة علاقة جنسية في الفضاء بين غوادها، على الرغم من ان في زوجين شاركوا في نفس البعثة الفضائية سنة 1992. بس برضو وكالة ناسا مهتمة بمسألة تصميم رضيع في الجاذبية الجزئية الصغرى. اظهرت دراسة اتنشرت سنة 2010 عن طريق 3 علماء عن خيبة امل. حاليا الاشعاعات الشمسية خطيرة جدا على الحمل. الاشعة الكونية اللي بتترك السفينة الفضائية لمدة طويلة هتخفض تركيز الحيوانات المنوية عند الراجل، وهتعقم البويضة المخصبة عند الست. وحتى لو اكتمل نمو الجنين فحمضه النووي الدي ان ايه هيحصل له طفرات هيخلي الستات عقيمات. بس لحسن حظنا عندنا دايما التخصيب بالانبوب لبقاء نوعنا. طيب مع انعدام الجاذبية الاجيال الجاية هتكون عاملة ازاي؟ حاليا مفيش اي منشور علمي بيتكلم عن الموضوع ده، وطبعا بسبب وجود عائق للتخصيب في الفضاء. مع ذلك اثبتت دراسات كتير ان البعثات الفضائية المطولة بتشكل خطر على الصحة. غياب قوة الجاذبية هيخلي خلايا الجسم اللي انشئت بالتزامن معاها اقل ترابطا، وده هيخلي بتنظيمها واستقرارها. ده زائد طبعا كثرة التعرض للاشعة الكونية، علشان كده غواد الفضاء بيلاحظوا هشاشة في جسمهم، جهاز مناعتهم بيختل، وده هيعرضهم لمسببات الامراض، ارتفاع خطر الاصابة بسبب انخفاض كثافة العظام، انخفاض في القدرة الهوائية اللي بتنتج الطاقة من الاكسجين، زائد طبعا ضمور الكتلة العضلية خاصة عند السيقان، علشان كده لازم يعملوا تمارين يوميا علشان ما يفقدوش قوتهم. حاليا بيختبر توماس باسكت آلة اسمها ماريس بتقيس فقدان الكتلة العضلية المرتبطة بالجاذبية الجزئية، وبتلاقي لها التمارين. وعلى فكرة بيحذروا برضه رواد الفضاء انهم هيكونوا ارفع علشان بيفقدوا كتلة عضلية وبيقللوا الاكل. في بقى اثار تانية مش واضحة ظاهريا اتعملت لرواد فضاء عملوا مهمات فضائية طويلة. دقات القلب مش منتظمة وقلوبهم اكثر استدارة، وده بيخلي المضخة اقل فاعلية بسبب تعرض صحته لاختبار قاسي جدا. فلازم رجل الفضاء يحسن من ادراكه البصري وتوجيهه المكاني، لان بسبب الجاذبية الجزئية بيختل العنصرين دول. اخيرا الاشعة الكونية ما بتحافظش على الجهاز العصبي لرواد الفضاء، وده بيخليها سبب للامراض التنكسية. يبقى علشان نستعمر الفضاء لازم نحل المشاكل دي كلها. لحد ما خلصت حلقتنا، والمصادر هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم.